بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم يا شباب عن الهيدروكربونز، المركبات الهيدروكربونية. المركبات الهيدروكربونية ده بستخدمها كوقود مثلا زي الجاز والكيروسين والبنزين والحاجات دي، أو بستخدمها كسولفنت بحطها كمذيب للمواد الأدوية الأورجانوفوسفورس كومباوند في حالات الناس زي ما قلنا الفارماز هم بيرشوا عند الحشرات والحاجات دي، بيستخدموا الهيدروكربونز كمذيبات للأورجانوفوسفورس كومباوند. فنخلي بالنا عشان ممكن يحصل في الأورجانوفوسفورس كومباوند ميكسد توكسيسيتي في هيدروكربونز وأورجانوفوسفورس كومباوند. فانت هتلاقي السيمسمس على العيان اتيبيكال من ناحيه الأورجانوفوسفورس كومباوند او اتيبيكال من ناحيه الهيدروكربونز. تمام، بتقسم الهيدروكربونز عندي على حسب التركيبه البناءيه بتاعتها الى اليفاتيك واروماتيك. الاروماتيك ديت تكون هالوجينيتد، فيها اي عنصر من عناصر الهالوجين واشهرهم الكلور مثلا، ويدخل تحتهم الالكوهولز والاثير والكيتونز. الالكوهولز هنتكلم عنها بشكل بالتفصيل لانها مهمه جدا وفيها كلام كتير، انما الاليفاتكس اللي هنتكلم عنها النهارده دي مركبات بتكون خفيفه، الابسوربشن بتاعها من خلال الجي اي تي قليل، وبالتالي السيستميك مانيفستيشن لو حطها في حاله الانجيشن هتكون قليله. فما خافش لو الطفل ولا حاجه بلع الجاز تمام ولا شربه تمام، انما انا خايف انه يحصل له اسبيريشن. تمام، لو حصل له فوميتنج ولا حاجة فأنا خايف يحصل أسبيريشن، لأن الكيروسين أو الجاز والحاجات ديت السيرفيس تنشن بتاعه قليل وهو ليفل سولوبل. ثانيا إن الفولاتيليتي بتاعته الفولاتيل عالية بيتبخر بسهولة، وأنتوا عارفين إن البنزين والحاجات ديت بيحصل لها تبخر بسهولة. فأنا ما خافش إن هو بلعه، إنما أنا خايف يحصل له فوميتنج فيحصل له اسبيريشن، لان مين اورجان افكتد في حاله الكوريسين توكسيستي هو اللنج، بيدخل على اللنج ده مره ويدخلني في مانيفستيشن تانيه. ثانيا بيأثر على بقيه الاورجان التاني عن طريق ان هو يعمل لي اريتيشن، سواء لوكال اريتيشن للمراه او السكين. تمام، اريتيشن زي ما قلنا في الريسبيريشن ده المين اورجان افكتد، اريتيشن بقى للسي ان اس او اريتيشن للكارديوفاسكولار سيستم. الكوريسين ده مهم بينزل في ريتنج كتير. بيسألك عن كلينيكال بيكشر، احنا هنحاول نخلي الكلينيكال بيكشر نطلع من الباص في السيرج الميكانيزم ونركز على اللحظات علشان الام سي كيو. التوكسيستي غالبا بتحصل في الاطفال، بيحصل في الاطفال غالبا عن طريق اللي هو الاكسيدنتال، ان هو يشرب الجاز مثلا او الكروسين اللي انت تكون حاطه في ازازه الكوكولا مثلا ولا بيبس، فبيشربها هو ما يعرفش حاجة بقى فبيشربها. وقد كان انا ما اخافش عنه لو حصل له انجيشن، بس عشان زي ما قلنا سيستميك ابزوربشن من الجي اي تي قليل، انما انا خايف يحصل له فوميتنج بعد ما اعمل له انجيشن فيدخلني في اسبريشن فيدخلني في مشاكل كتير. اهمهم ان هو بيدخل عندي على اللنج يعمل لي اريتيشن في الاير باسج كلها. اهم حاجه ان هو بيدمر لي السيرفاكتانت، فيدخلني في كاردوجين بالمونري ديما، دخلني في انترستيشن انفلاميشن او فايبروزس ثرومبوزس، دخلني في امبلاي ومشاكل كتير. زي ما قلنا بيحصل له اسبيريشن عشان الفيسكوسيتي بتاعته قليله هي وسيرفيس تنشن، وده هيخلي ان الفولاتيليتي بتاعته عاليه. تمام، بيعمل لي نيورولوجيكال مانيفستيشن وكارديك مانيفستيشن عشان بيدخلني في هايبوكسيا، يبقى عندي الريسبيراتوري سيستم حصل له فيه انجري ما عادش شغال كويس، الريسبيراتوري فانكشن قلت دخلتني في هايبوكسيا، والهايبوكسيا عمل لي نيورولوجيكال كارديك مانيفستيشن، عمل لي لوكال جي اي تي اريتيشن، حتى هيعمل لي برضه اريتيشن للاي او السكين لو جه عليهم. زي ما قلنا نخلي بالنا ان هو الابزوربشن بتاعه قليل. طيب هنطلع على الكلينيكال ميكشر من الباص والفسيولوجي. زي ما قلنا في جي اي تي هلاقي اللي هي السميل بتاعت الكوريسين ريحه الجاز المعروفه، والبالمونر برضه السميل الكوريسين. الجي اي تي اريتيشن الروتين مانيفستيشن. طب البالمونر زي ما قلنا هو داخل يعمل لي اريتيشن في الاير باس واي فيعمل لي كاف وشوكينج، ثم يدخل يدمر لي السيرفاكتنت هيدخلني في كلينيكال نيمونيا. تمام، الكيميكال نيمونيا المانيفستيشن بتاع بروكس بامبوز ديزني والسيانوزس والهايبوكسيا تأثر لي على اللي بعد كده. طيب انا لو جيت افحص في الاسكلتيشن هلاقي ويزي سيست ريلز تمام اللي هي الفاين رونكات، او الاقي كوز سكريبتيشن. تمام، بعد كده دخل في النان كارديوجينيك بالمونري ايديما ده الاند ستيج. النان كارديوجينيك بالمونري ايديما لو ما لحقتهاش هيكون مني في ريسبيراتوري فيلير اب تو يحصل له ديس. تمام، ودي هيكون عندي سبب الوفاه. طيب النيورولوجيكال مانيفستيشن نتيجه الاسكيميا هي والكاردياك مانيفستيشن. النيورولوجيكال مانيفستيشن هيدخل عندي في سي ان اس اريتيشن، بيدخل عندي في اجيتيشن ديليريوم ديتيريشن اب تو يحصل له كوما، ثم يدخل مني في ديبريشن. تمام، فحصل مني ديبريشن كون بوزن ريل بكون بس ايرلي، ثم بيدخل مني في الديبريشن.
الكوتينيوس مانيفستيشن لو جه على السكين فيعمل لي لوكال ديرماتيك مانيفستيشن، اللوكال اللي هيعمل لي مثلا ديرماتايتس اللي هي الريتشنج والاتشنج نتيجة لو جه على السكين. وزي ما قلنا ان هو الكروسين والحاجات دي بتكون مخلوطة مع مركبات تانية كسولفانت مثلا، وبيستخدموها في الدهانات مثلا اللي هو الدهانات البيوت اللي بيدهنها الأشواء والحاجات ديت برضو تستخدم كسولفانت للدهانات أو سولفانت للمركبات. فنخلي بالنا إن البيشنت ممكن يجيلي بقى تيبيكال مانيفستيشن في الحالتين. وسبب الوفاة في الحالة زي ما قلنا إن هو بيحصل له ريسبيراتوري سنتر ديبريشن أب تو فنتريكال فايبريشن. فنتريكال فايبريشن قلنا بعد كده وأنا بشرح التولين دلوقتي اللي هي سادن سنيفنج سيندروم. السادن سنيفنج سيندروم خلي بالنا منها علشان الـ MCQ. السادن سنيفنج سيندروم دي سندروم بيدخل مني فنتركولار فايبريليشن. ليه بيدخل مني فنتركولار فايبريليشن؟ لان الحاجات دي بتعمل لي سنسيتايزيشن للسمباثيك ريزبتور اللي موجوده عندي في المايوكارديا. فالتولين المركب التولين مثلا او الكوريسين والحاجات دي لما يكون واحد مدمن ولا حاجه، بس هي غالبا ما بتكونش مع الكوريسين السادن سنيفنج سيندروم، هي بتكون مع الحاجات اللي بتكون ادكتد مع الهيدروكربون مثلا. الناس اللي بتشم التيرا والسبيرتو او بيشم الكلى والحاجات ديت لما يجي مثلا ابوه او امه يمسكوه او الشرطه تمسكه فبيدخل مني، فالجهاز السمباثيك بيشتغل، السمباثيك بيطلع لي كاتيكول امين، وان عندي الهارت اصلا كان سنسيتايزد من الحاجه اللي هو ادكت عليها، فبيدخل عندي فنتريكل فيبريشن. فنتريكل فيبريشن لو ما اتلحقش من دقيقه لخمس دقائق اتعمل له ديس شوك بيموت، فسموها صادم سنيفنج ديس سندروم، صادم مفاجئ سنيفنج يعني اللي هو بيشم حاجة. طيب سبب الوفاة اللي يكون بعد كده حصل نيمونيا ونون كارديوجينيك بلمونري ايديما الليد كيس او التوكسيك اديكتس. الحاجات اللي بتكون انا ضايفها على الكوريسين كمزيد ليها تمام تعمل لي شيء ان اس او كارديك توكسيسيتي زي ما خدنا في الاورجان فوسفوراس كومباوند. انفستيجيشن زي ما احنا بنطلعها من كلينيكال البكتشر عندي هايبوكسيا اي بي جي وباس اكسيمتر بالبونري دي مع مانشست اكس راي وروتين انفستيجيشن. ولو شكيت في اي حاجه تانية مثلا اورجانو فوسفورس كومباوند هعمل الملك هعمل انفستيجيشن ريليتد ليها. طب انا امنع المشكله دي تحصل ازاي؟ انا امنع المشكله دي انا افهم الوالدين ازاي؟ بيرنت اديوكيشن ان هم يحفظوا الحاجات دي في سبيشال كونتينر في مكان عالي بعيد عن الاطفال. ثالثا اعلمهم ازاي يتعاملوا مع الحاله لو حصلت لا قدر الله. التريتمنت اللي هو الروتين بتاع الامرجنسي اعمل ستيلايزيشن ثم الدي كونتامينيشن. هركز ان في الدي كونتامينيشن اكتيفيتد شارك ملوش لازمه زي ما احنا قلنا هناك مع الهيدرو كاربون الحاجات الكونتر اندكيتد نون افكتيف والهيموليسيز نون افكتيف هيعملوا. ثانيا احنا قلنا الحاجات الفولاتايل اللي بخاف منها في الاسبريشن لو اضطريت ان انا اعمل جاستريك لافاز لازم احمل اير واي بكافد اند تراكيال انتوبيشن. البارافين اويل ده في ناس بتستسقى يقول لك انا عشان اقلل الفيسكوسيتي ازود الفيسكوسيتي بتاعتي فما يحصلوش اسبريشن انا خايف بعد كده ما اديله البارافين اويل اللي هو ساعات بيستخدموه في البيت الكوما او مثلا بيستخدموه كبيرجنس. ده يدخلني في لوبويد نمونيا لان البارافين اويل هايلي لوبويد سابستانس فيدخلني في لوبويد نمونيا اللي انت اخدتها في الباصوليا. وبقية العلاجات ما فيهاش مشكلة سيمتوماتيك تتعافوا من الحاجة اللي جاي بيها. لو خفت من بكتيريا مثلا سوبر امبوز دي دورنج الحلقات دي انتي بايوتيك. ده ببساطة كده الكيروسين وده درس مهم. الفولاتايل ابيوز يدخل تحتها الكوهولز بس هنشرحها في شابتر لوحدها. احنا هندخل بس التولين اللي هو المركب زي ما قلنا اللي هو البلوز اللي هو الكلة اشهر حاجة عليها الكلة، بيدخل برضه في بعض الصلوات وبيدخل في بعض الأحبار بتاعة المكنة الطباعة تمام. فالجلوس ده للناس اللي بتشم الكلة والحاجات دي. فالفولاتايل أبيوز تحت عندي مسمى الهيدروكربونز تمام. فالتوكسيستي بيحصل إن هو بيكون أبيوز بيستاذ استخدام الحاجة أو بيكون أديكت على الحاجات الفولاتايل إن هو بيفضل يشم فيها، أو في ناس تشم التنر مثلا والحاجات. الحاجات دي بتشتغل إزاي؟ هي بتعمله يوفوريا عن طريق إن هي تحسن من عمل جاما امينو جلوتيريك اسيد فتقلل الاستيمونيشن فتزود الانهبيشن يحس بالايفوريا تمام. زائد ان هي برضه بتعمل لي انهبيشن لان الميثايل دي اسبارتيت ريسبتور اللي موجودين في البرين، فهي بتحسن عندي الانهبيشن فيحس عنده الايفوريا هننسى البين كمسكنات. هو كنفس عمل المسكنات اللي بتشتغل على السنترال نيرفوس سيستم.
زي ما قلنا مركب التولين الكلينيكال بيكتشر عندي اكيوت انهيليشن ده لو واحد ما كانش ادكتد، انما الكرونيك اكسبوجر ده لو واحد كان ادكتد. فالاكيوت انهيليشن بيعمل للشخص اللي هو بيتعرض لجرعه عاليه مثلا يشم كل الفتره طويله ولا حاجه، يدخل منه في الاوفوريا تمام ويدخل منه في هلوسينيشن. والهاي كونسنتريشن بيعمل لي ديبريشن بقى كل انواع الديبريشن، ديليريوم كوم اب تو ريسبيرال سنتر ديبريشن، ويدخلني في ديس السادن سنيفنج ديس سندروم زي ما قلناها، دي فنتركولار فابريليشن او ديسريزما، او اللي بيحصل في الصديق لما الميكارديوم بالفولاتايل، ثم هيدخل ثم بعد كده لما يتعرض ان حد يمسكه ولا حاجه فبيطلع عندي سمباثيتك طلع لي كاتيكولامينز سير اللي هو اعلى انطلاقه للكوتيكولامينز اللي طلع من الادرينال المضله، طلع السيرج يعني ايه البيك بتاعه، فيدخل من الفنتريكال فابريليشن، ثم لو ما لحقتوش هيدخل هيموت. الكرونيك اكسبوجر عندي ده بقى الناس الادكتيف، فبيأثر عندي الحاجات دي بتأثر عندي زي ما قلنا في الريسبيراتوري سيستم، وهتدخل دمر لي الريسبيراتوري فانكشن، فتدمر لي الاورجان التانية. اول حاجه ان الشخص ده بيكون فيزيكال ديبندنس، بيكون معتمد عليها، ولو سحبها بيدخل مني في زيرو المانيفستيشن زي ما هنشرح هناك في اخر شابتر في الادكشن. انما السي ان اف اول اورجان يتاثر بالاسكيميا، فيدخل في ليكو نيوروباثي، في دمنشيا، اتاكسيا، ف والبريفرال نيوروباثي نتيجه الاسكيميا على خلايا البرين، نتيجه الاسكيميا على خلايا البريفرال نيرفيز، فهيظهر المانيفستيشن على النيرفات، ثم بعد كده يدخل عندي في باتيك اند رينال فيليا. التريتمنت برضه اللي هو ان جنرال بس في حالة الأديكت لينا علاج واحد، ان احنا بنقول لك ندخله هوسبيتاليزيشن علشان يكون اندر سوبرفيجن، ما يرجعش لحاجة تانية، ويوقف العادة ده، ثم بشوف له واحد سايكولوجيكال يتعامل معاه او ادخله مراكز الادمان، ثم اعالج السيمتوماتيك اللي موجود عنده سواء لو كان بدل محتاج اكسجين، محتاج اي حاجه على حسب المانيفستيشن اللي عندي، فيتامينات عشان على امل ان يحصل ريجنريشن للبريفر نيرفز والحاجات دي. وبكده خلصنا سطر الهيدروكربون.